اهلا وسهلا، مرحبا بكم. عاشك عاشك، تفضلوا. مرحبا، عاشك. ارحب بكم جميعا في هذا اللقاء، في هذا الظرف الذي تعيشه تونس اليوم. انا سعيد بلقائكم، سعيد لان هناك مؤسسات للدولة تعمل، وتعمل وفق نص الدستور. اجتمع بكم في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه تونس وفي هذا المكان للحديث إليكم، ولكن للحديث معكم حول عدد من القضايا التي يعيشها شعبنا العظيم، الذي استنبط طرقا جديدة حقق بها انفجارا ثوريا وصعودا شاهقا في التاريخ. لست هنا لتفسير أحلام البعض، فلست بالمنجم ولا لقراءة أضغاث الأحلام ولا لتفسير أو تأويل. للأسف الجاهلية الفكرية أشد وأقسى من الجاهلية التي عرفها التاريخ، لأن الجاهلي لم يكن يعرف الحقيقة، أما من يعرف الحقائق ويتجاهلها فهو جاهل ومتجاهل، يتظاهر بالعلم ويصر على التظاهر بالمعرفة. أقول لهؤلاء في هذا اليوم ومن هذا المكان، الشعب أمامكم وأنا واحد منه، والدستور وراءكم وأنا حريص على تطبيقه، فأين المفر؟ سعادة الأمة، كما قال الشيخ محمد الخضر حسين الذي كان مفتيا في الإمام الأكبر لجامع الأزهر، والذي تحدث عن مقاصد الشريعة منذ سنة 10 و2000، والوحيد من غير المصريين الذي تولى الإمام الكبرى لجامع الأزهر. سعادة الأمة هي أن تستنير عقولها وتسمو أخلاقها وترتبط بالنظم التي تساق بها وترضى عن طرق تطبيقها وترتاح إلى تنفيذها وتأمن أن تمتد يد غريبة إلى حق من حقوقها. وأنا أعلم علم اليقين ما يحصل في هذه الأيام من دعوة بعض ممثلي الدول الأجنبية للاستنجاد بها. نحن وطن حر مستقل، قضيتنا وطنية ولا دخل لأي طرف أجنبي فيها. إن الموقف لا يمكن أن يكون موقف الحياد بين الحق والباطل، ولا بين الحرية والاستعباد. وأن كان البعض يريد المبارزة بالقانون ويدعي فيه معرفة، فليعلم أن موقفنا هو النص، فالنص بالنص والفصل بالفصل، والفصل بين الفصول
هو لرئيس الدولة لا لمن فتحوا للأسف منذ سنة 11 و2000 دورة شعوذة كتب عليها دورة إفتاء. تعلق الأمر باليمين وبالتحوير الوزري، وكأن الأمر مجرد إجراء عندهم. البعض يقول إجراء شكليا، وآخر يقول إنه إجراء جوهري. اليمين أولا الأمر لا يتعلق بإجراء، وبإجراء مستحيل كما ادعي البعض ذلك، لينظروا لا في النص بل في محتوى اليمين. فإن كان المرور على الصراط مجرد إجراء، وإذا كان النطق بالشهادتين بدوره مجرد إجراء، فليحملوا إجراءاتهم وتأويلاتهم لهذه الإجراءات معهم يوم الحساب. للأسف هذا التحوير الوزري، وسيوجه ذلك في مكتوب رسمي فيه العديد من الخروقات. أولا، النظام الداخلي للمجلس هو نظام داخلي وليس قانونا من قوانين الدولة، نشر بالرائد الرسمي، ولا وجود فيه للجملة المعهودة ينفذ كقانون من قوانين الدولة. هو تنظيم داخلي لا يتجاوز قصر بارتو. ثم أين المرأة؟ في حين أن النص الدستوري ينص على ضمان تمثيل المرأة، على ضمان تمثيلها. ثم من تعلقت به شبهات ولي من المعلومات الكثير، لماذا يحلف؟ لماذا يضع يده على القرآن ليشهد الله والناس على أنه سيحترم الدستور؟ القضية تتعلق بصراع لا أريد الدخول فيه. هناك دولة وهناك مؤسسات، ومن يدعي أنه في مثل هذا الوضع تعطلت مؤسسات الدولة فهو السبب في تعطيلها وليس رئيس الدولة، علما وأن المؤسسات تعمل. هناك جملة من الحقائق أعرفها لكن واجب التحفظ يقتضي مني اليوم ألا أذكرها، ولكن أعلم جيدا أن هذا التحوير الوزري تحوير تم الاتفاق عليه عند تشكيل هذه الحكومة. الأمر بين واضح للجميع. فالقضية أن كانت قانونية فالفصول واضحة، الفصل 89 لا يطبق، يطبق فقط عند تشكيل الحكومة إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. ثم يتم التداول في
في مجلس الوزراء، لأن الأمر يتعلق بهيكلة الحكومة. ثم قبل ذلك يقع إعلام رئيس الجمهورية، كرسي الرئاسة، رئاسة الدولة، ليس شاغرا ولا ألعب دورا رمزيا، كما ادعى البعض ذلك. ولن أترك الدولة التونسية في مهب هذه الصراعات، وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته كاملة في المحافظة على الدولة وعلى مؤسساتها وعلى السير الطبيعي لمرافقها. هذا التحت يعني منذ دخل إلى هذا المكان ولا أعمل إلا على المشاورات، مشاورات من أجل تشكيل الحكومة الأولى، ثم مشاورات من أجل تشكيل الحكومة الثانية، ثم بعد ذلك منذ تشكيل الحكومة وأدائها اليمين بدأت المشاورات حول التحوير الوزاري. الدولة ليست لعبة وليست دمية. الدولة التونسية لها قوانينها ولها دستورها، وسأعمل على تطبيق الدستور الذي أقسمت على احترامه ولم أحنث في العهد وفي القسم. للأسف من حنثوا في اليمين التي أدوها هم الذين يطالبون اليوم بأن يؤدي البعض هذه اليمين. قلتها ربما تذكرون ذلك في الخطاب الذي ألقيته بمجلس نواب الشعب. نحن سأمنع العيش بين الحفر، ولنكن صادقين في الحياة الدنيا لنجلس في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الحل هو بالنص الدستوري، لا بالتأويلات ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل إن لم تكن الإرادة ثابتة وصادقة. أعلم كما قلت الكثير، أعلم الاجتماعات التي تنظم، وأعلم كيف يتم استدعاء بعض الأجانب للاستنجاد بهم. ألا ينظروا في اليمين التي أدوها، ألا ينظروا إلى أنفسهم في المرآة، ألا يخجلون مما يفعلون؟ أرجو أن نخرج اليوم من هذا اللقاء بمواقف تاريخية ثابتة في وضع يقتضي منا أن نكون في موعد مع التاريخ. الموقف الحقيقي أعتقد أنه واضح، والتاريخ لا خير فيه إن كان يعيد نفسه، لأن ذلك لم يستطع للناس وعظا ولا إصلاحا.